السلام عليكم ورحمة الله. كيف نعرف إذا البلية يلزمها تغيير أم لا؟ لها مسميات عدة، اكتبوا لنا في التعليقات ماذا تسمونها بمنطقتكم. هذه البلية التي سأقوم باستبدالها وستلاحظون الفرق. قبل ذلك سأقوم بتشغيل السيارة واستمعوا لصوت المحرك. استمعوا لصوت رحي للمحرك، وعند الدوس على الدمبرياج تزيد شدة الرحي للبلية. إذن عند الضغط على الدمبرياج تزيد شدة الرحي، وهذا دلالة على تلف البلية ويجب استبدالها. بعد استبدال البلية شاهدوا كيف أصبحت تالفة بالكامل، وكان يتوجب استبدالها قبل الوصول إلى هذه المرحلة من التلف. وكنصيحة، حاول استبدالها فور سماع صوت عند الدوس على دواسة الدمبرياج حتى لا تتأثر مجموعة الدمبرياج وتحتاج إلى تغييرها بالكامل. شاهدوا كيف تآكلت وانفصلت أجزاؤها عن بعضها البعض. سنقوم بتشغيل السيارة ونستمع للفرق. ها هو صوت المحرك هادئ، وعند الدوس على دواسة الدمبرياج لا وجود لأي صوت مزعج. شرحت في فيديو سابق عن مجموعة الدمبرياج ويظهر لكم الفيديو بالأعلى، وكذلك شرحت طريقة تركيب البلية على أحد المحركات ويظهر لكم الفيديو الخاص بها. دمتم في رعاية الله وحفظه.